لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وبعد. قال الشيخ بطر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياء أو الري. هذه وصية أخرى من الوصايا التي يوصي بها طلبة العلم يوصينا بها رحمه الله تعالى. حلي يعني التجمل والتزين والاتصاف. عندما يقول لك تحلى بكذا يعني اتصف به، ليكن هذا الأمر فيك صفة لك. والمروءة أو المروءة بعض العلماء يعرفها فيقول عزة النفس. أو كما ذكر الشيخ العثيمين هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. يعني يتخلق بالأخلاق الحسنة ويتجنب ما يكون سببا في تدنيسه وعيبه كالكرم والجود وحسن الخلق وغير ذلك كما سيأتي ونضرب لذلك الأمثلة. بتعريف المروءة هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق كما في الحديث: إنما بعثت لأكمل أو لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. وهذا يشير إلى قدر الأخلاق ومكانة الأخلاق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطلاقة الوجه. ما معنى طلاقة الوجه؟ البشاشة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما في الحديث. ممكن نكتب الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. بعض الروايات طلق وبعض الروايات طليق. ولو مش ولا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. وهي من الصدقات، وهي من الصدقات، للحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. انطلاقة الوجه والتبسم من الصدقات. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، البشر يعني يهش في وجه من يلقاه من المسلمين ويبتسم، كما قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كلما لقيه يبتسم فيه في وجهه. يعني بعض الناس إذا قلت له تبسمك في وجه أخيك صدقة يقول طيب طيب شيء هيا ليس له قيمة، هذا يحتقر المعروف، يقلله، يحقره، يراه لا قيمة له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحتقر ولا تقلل من شأن المعروف حتى ولو كان شيئا يسيرا. مثل ماذا؟ مثل أن تبتسم في وجه إيه؟ في وجه إخوانك. صحيح. طبعا هذا بالنسبة للمسلمين عموما، طالب العلم أولى الناس بهذا، بهذه المعاني. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مهم أيضا اكتبوه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، بسط باء سين طاء، بسط الوجه وحسن الخلق. ما معنى الحديث؟ أنا أريد أن يحبني الناس. طيب الناس كيف تحب الإنسان إذا أنتم تعبتم؟ لا لا، أترك بسط الوجه. إذا أعطاه الفلوس، يعني أنت كل ما تلقاه كل خذ 10 جنيهات 20 جنيه، فهو تجده ينتظرك في الطريق حتى يبقى. صح كده؟ يحبك لأنك إيه؟ تعطيه. طيب هل ممكن أنت تفعل ذلك مع كل الناس؟ ليه؟ لن تسع الناس، ما تستطيع أن تسع الناس بالمال، أن تعطي لكل الناس. هذا أنتم ما أنتم تسعون. لو كان في معنى غير واضح اكتبوا حتى لا تنساه. أن تعطي كل الناس من الأموال أو ترضوا الناس بالأموال، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني كما أن المال يجعل الناس تحبك، ولكن أنت ليس معك مال كثير حتى تعطي كل الناس. طب ما البديل؟ ما الذي بدل المال؟ الابتسام، أن تبتسم وأن تعامله معاملة جيدة، هذا يحبك مثل من يحبك لأنك تعطيه المال. وهذا رأس مال الداعية. لابد أن يكون الداعية كذلك، لأنهم لو أحبوك أحبوا الإسلام،
لو أبغضوك بغض الإسلام هذه مشكلة. يعني الإنسان الذي ليست له لحية ليس ملتزما، تمام؟ أنت الناس تتعامل معه معاملة عادية، لكن لو أنت وأنت صاحب لحية تتعامل معهم تصيب مشكلة إذا وقع منك خطأ. هو الآخر يفعل أخطاء أكبر منك بكثير والناس لا تتكلم معه، لكن أنت لو فعلت خطأ ولو كان قليلا تصير مشكلة كبيرة. يعني مثلا نعود مرة أخرى سائق السيارة، سائق سيارة مثلا يمشي بالطريق، له طريق يمشي فيه، طب لو فعل هكذا فجأة هذه مشكلة ممكن تصير حادثة. طب خلفه رجل آخر يمر بجواره أو ينظر إليه فيجده إنسان عادي ليست له لحية فينتهي الأمر ويمر، أو ربما يقول له انتبه وخذ بالك ونحو ذلك. لو مر وجده صاحب لحية يا شيخ أنت بلحية وأنت شيخ يا عم الشيخ وليه، صح كده؟ مش كده؟ صح؟ أنت مثلا في الشارع تأكل ليست هناك لحية عادي، طب لو توجد لحية ممكن بعض الناس يقول إيه يا شيخ تأكل ممكن بعض البلاد تصير مشكلة عندهم هذا ممنوع مثلا، هذا عيب. لذلك كان عند السلف هذا من العيب، لو تجد مثلا طالب علم يأكل وهو يمشي مشكلة، ممكن الشيخ لا يحدثه ولا يعلمه ويطرده، ففضلا أن يقع ذلك من الشيخ، من الشيخ يأكل وهو يمشي المصيبة كارثة، لا يمكن أبدا. الأمر اختلف الآن، لذلك نتكلم عن خوارم المروءة، هذه تختلف بعضها يختلف باختلاف الزمان والمكان. في أماكن تجد بعض الأشياء من خوارم المروءة، أماكن أخرى ليست من خوارم المروءة، فهمت؟ لذلك نقول الناس تتعامل معك على أنك الإسلام، فلو عاملت الناس معاملة سيئة لن يكرهك الناس لشخصك وإنما سيكرهون الإسلام. فانتبه حتى لا تسيء أو لا تكن قدوة سيئة للإسلام، تحمل احتمل أسرك لله سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا عندما تذهب إليهم أنت دوما عابس الوجه لا تضحك أبدا، هذا يأخذ فكرة عن كل الملتزمين، يقول لك كل الشيوخ هكذا، واضح؟ لكن أنت لو كل ما تقابله تبتسم وتضحك في وجهه، تذكر له بعض الطرف التي ليس فيها كذب وكذا، يحب الشيوخ ويحب الدعوة ويحب الخير، لذلك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لا تستطيع أن تجذب الناس بالعطاء بالمال، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. طيب هل هذا دوما مع كل الناس؟ كل الناس تبتسم في وجوههم؟ ولا ممكن بعض الناس يحتاج أن تعبس في وجهه؟ بعض الناس يحتاج مثل إيه؟ ما سمعته منذ قليل، تعلمون يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، مثل الولد عندك في البيت الأصل أنك تبتسم، لكن أحيانا إيه تشتد، لأنه لو وجدك دوما تبتسم دوما تبتسم هو يبتسم، لا يصلح، يحتاج أن يكون هناك حزم معه لين حازم، يعني إذا أخذ قرارا في شيء من الأشياء خلاص انتهى، واضح؟ وأحيانا تكون هناك شدة، يعرف الولد أنه لو أخطأ مثلا ممكن أنت تسامح مرة ممكن، لكن ربما تكون هناك عقوبة حتى يظل يهابك ويخاف منك، واضح؟ كذلك بعض الناس ممكن لو أنك دوما تبتسم في وجهه يسخر منك ولا يحترمك، وربما يسيء ويفعل المنكرات، لكن أحيانا تشتد حتى يعني إيه يصده عن المعصية وعن المنكر ونحو ذلك. طيب طلاقة الوجه هذه تكلمنا عنها، وجه طليق
طلاقة الوجه يعني وجه طليق يعني مبتسم بشوش. طلاقة الوجه من مما جاء في الحديث بوجه طلق أو طليق يعني بشوش مبتسم. وقلنا هذا مهم جدا للداعية لأنه مفتاح من مفاتيح القلوب وصدقة يتصدق بها عن نفسه. تبسمك في وجه أخيك صدقة كما في الحديث الصحيح. يقول وإفشاء السلام. إفشاء يعني نشر السلام وإظهاره. وإفشاء السلام حق من حقوق المسلم، حق من حقوق المسلم على إخوانه. لذلك قالوا إفشاء السلام من خصال المروءة، ومن الجفاء أن يمر الإنسان على إخوانه ولا يسلم عليه. يكون إنسان جافي، في جفاء، في يعني قطيعة. لذلك في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلم أمر بإلقاء السلام وقال على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا قال هذه العبارة؟ لأن الناس لا تسلم إلا على من يعرفوه، وهذا من أمارات الساعة، السلام لأجل المعرفة، أن يسلم فقط لأجل المعرفة. لذلك من السنة أن يشاع وأن يذاع ويظهر السلام بين الناس وينشر. بل ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة إذا كانوا في طريق فحال بينهم حائل كشجرة فاجتمعوا بعدها سلم بعضهم على بعض. فهمتم؟ يسيرون، جاءت شجرة تفرقوا، فإذا اجتمعوا مرة أخرى سلم بعضهم على بعض. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يسلم الإنسان على نفسه. كيف يسلم على نفسه؟ النفس هنا المقصود بها الأهل والإخوة. القرآن يسميهم النفس لأن لهم حقوق مثل حقوق نفسك عليهم، وعاملهم كنفسك. وسلامك عليهم يكون لك بركة عليك وعليهم. والذي يبدأ السلام، البداء بالسلام سنة أم واجب؟ سنة، والرد واجب. فإذا قال السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. طيب فكر معي لو كانت 30 جنيها، هل سيسكت الناس؟ تتساهل في الصدقات وفي الحسنات، لكن أنت طالب آخرة، طالب علم، تنتبه لكي تستطيع أن تجمع أكبر عدد من الحسنات. ولذلك جاء في الأثر أن ابن عمر كان يخرج إلى السوق يسلم على المسلمين. تأمل في هذه النية، يخرج إلى السوق يسلم، يجمع حسنات. مثل إنسان يمشي في الطريق، هذه 10، هذه 20، هذه 30 جنيه 50، فهو يجمع. فكلما تمر على إنسان تسلم عليه. لكن طبعا هذا يعني لا يمسى السلام عليكم السلام عليكم السلام، لا تكون هكذا. لكن أنت تمشي وهذا الإنسان ينظر إليك، قل السلام عليكم وبصوت خفيف، لا تفزع الناس. وإنسان هذا ماشي لا ينظر إليك، أو بعض المحلات لن يذهب الإنسان مثلا ويفتح المحل والسلام عليكم، لا تكون هكذا. الأمر يأتي بإيه؟ بإيه كما يقال؟ بتلقائية، لا يكون فيه تكلف، لا تتكلف يعني. واضح؟ المشكلة أن الناس ربما يدخل المسجد ولا يسلم، ربما أنت تنظر إليه هكذا ولا يسلم عليك وأنت لا تسلم عليه. هذا المشكلة. ولو دخل البيت وليس في البيت أحد يسلم، على ما في البيت من جنود الله من مؤمني الجن مثلا والملائكة ونحو ذلك يسلم عليه، فهذا بركة وخير بإذن الله تعالى. وأيضا يقول دعاء الدخول، لو اكتفى بالدعاء لا مشكلة، ولو سلم لا شيء. يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ونحو ذلك. لا أفهم السؤال. أنت أتيت معي إلى بيتي، أنا الذي أدخل فأسلم أنا،
أنت تسلم على من؟ كلانا يسلم، يعني أنا وأنت. هو عموما البدء بالسلام سنة، لو سلم لا إشكال، لا مشكلة في ذلك، هي سنة، لكن رد السلام هو الواجب. نعم نعم أحسنت. السلام على النساء هذا مقيد كما ذكر العلماء بأمن الفتنة، يعني لو كان يسلم فتكون فتنة فيترك، ولو لم تكن هناك فتنة ككبار السن مثلا أو مجموعة نساء فلا إشكال، والله أعلم، لأنه لم يرد نهي في ذلك. وأيضا هذا يذكرنا بالمسألة، وهي السلام على الصبيان، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم على الصبيان. ركزوا شباب، كان صلى الله عليه وسلم يسلم على من؟ طب لماذا نقول السلام على الصبيان؟ لأن الناس تحتقر ولا تهتم بشأنه، لكن السلام عليه هذا مهم في دعوته وفي حبه للالتزام وحبه للطاعة وحبه لك أنت، وأنت تدعوه إلى الله. لذلك يقول هنا وإفشاء السلام وإيه؟ وتحمل الناس. ما معنى تحمل الناس؟ احتمال الأذى، احتمال الأذى حسب والعادي، احتمال الأذى، لأن حسن الخلق، ما تعريف حسن الخلق؟ تعريف حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني الأخلاق الطيبة الجميلة الحسنة والمعروف والإحسان، وكف الأذى يعني لا يؤذي الناس، بذل الندى اللي هو الجميل والمعروف، وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى. الجميل والمعروف والإحسان. طيب تحمل الناس نجد فيها حديث إيه؟ تحمل الناس، يحتمل الناس، حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تحمل الناس يكون في دعوتهم إلى الله، أن الدعوة تحتاج لصبر، وأيضا تحمل الناس يكون بعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، عدم مقابلة الإساءة بالإساءة، عدم رد الأذى بمثله، يعني هو يسيء وأنت إيه؟ تحسن. أمثلة، ممكن أنت تكتب الأمثلة أو إشارة للمثال، الرجل الذي جاء أو الأعرابي الذي جاء يطلب الصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل له؟ جذبه من ردائه حتى أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، معي؟ وقال له أعطني من مال الله الذي آتاك، فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. انظر الأسلوب، أنت لو فعل الإنسان معك هذا وأنت لست رسولا ربما لا تحتمله، وهذا يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ يحتمل، بل يأتيه بعض اليهود وله عند رسول الله دين، تمام، فيقول إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، قوم مطل يعني إيه؟ يؤخرون الدين إذا استحق سدد الدين،
طيب لو كان وقت الدين لم يأتي أكون أنا مطل؟ هو أتى قبل أن يأتي وقت الدين يشتمه ويقول لك أنتم قوم. كان أنت لو مكانه تقول أي كذا، من فعل أنت كذاب؟ الرسول ما فعل شيء من ذلك. وكان عمر موجودا وأراد أن يبطش بالرجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعطيه وأن يزيده بسبب أنه أخاف. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لذلك نحن نحتاج أن نتخلق بها. في إحدى المرات كان يقسم على الناس بعض الأموال والعطايا والإبل والغنم، فازدحم الناس عليه حتى سقط رداء. تعرف الحج والعمرة يكون هناك رداء أسفل على الجسد وإزار، هو يقسم على الناس، ازدحموا عليه. مثل أن الآن مثلا إنسان يقف في الشارع يوزع أشياء على الناس، ما الذي يفعله الناس؟ يهجم الناس عليه، ممكن يقع هو على الأرض، صح؟ ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء وعلق بسمرة أو شجرة، فقال ردائي ردائي، لو كان معي عدد هذا الوادي أو الشجر الذي في هذا الوادي أو العظا في هذا الوادي لقسمتها عليكم وما وجدتموني بخيل. صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. ولما آذاه المنافقون وغيرهم قال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يرحم الله أخي موسى، فأنت وطن نفسك على أن تحتمل أذى الناس. لذلك تجد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة الرسول في التوراة ماذا؟ لا يجازي على السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح. لا يجازي على السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح. هذا فيما يتعلق بتحمل الناس. يقول والأنفة من غير كبرياء. الأنفة يعني عزة النفس، هذه إحدى خصال المروءة أيضا. الأنفة عزة النفس. طب عزة النفس إنسان يكون متكبرا يعني؟ لذلك قال بعدها من غير إيه؟ من غير كبرياء، لأن العزة ربما تكون بكبرياء بتكبر على الناس، وربما تكون مع التواضع. طب ما المقصود؟ ما المقصود بالأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت؟ يعني لا يترك نفسه يهينه الناس، هو قادر على منع ذلك. لا يترك نفسه يهينه الناس. لا يترك نفسه يهينه الناس وهو قادر على منع ذلك. تجد هذا واضحا جدا في كتب الصوفية، تجدهم مثلا يفتخرون بأن الشيخ الفلاني أو الولي من أولياء الله كان الناس ربما مروا عليه ففعلوا به كذا وكذا من الإساءة والسب والشتم أو الإهانة أو كذا، هم يظنون أن ذلك من حسن الخلق. هذا ليس من حسن الخلق، يعني إنسان يمر عليك ويبصق عليه وهو يحتمل ويقول جزاك الله، ما الداعي لذلك؟ هل أنت تدعوه ولا يدعوه، لكن هو يجلس هكذا مثلا يمد يديه للناس ويتكفف الناس والناس تبصق عليه ويقولون هذا ولي من أولياء الله، واضح؟ أو مثلا إنسان يسب ويشتم بغير داع لذلك، ليس مثلا أنه يدعوه ويخافهم آذوه فهو يحتمل، لا. فمثلا لا يحمل للناس أحذيته، يعني أنت ممكن تقف على باب المسجد مثلا بعد الصلاة تأخذ الأحذية وتعطيها للناس وتقول أنا أدعو إلى الله وأتحبب إلى الناس، أي دعوة في هذا؟ هذه تكسر عزة النفس، تجعلك مهينا عند الناس، ليس لك قدر ولا مقواضع. فالإنسان له مكانة وله عزة من غير أن يتكبر على الناس، لا يسمح لأحد أن يهينه أو يبصق عليه أو يسبه أو يشتمه أو غير ذلك، مفهوم؟ لذلك قال الأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة. الأنفة قلت عزة النفس،
هي عزة النفس. هذه الخصال التي يذكرها الشيخ كل خصلة منها لها قدر لا تزيد ولا تنقص، ماشي؟ فهو مثلا عزيز النفس ممكن يزيد فيصل إلى الكبر، يقل يصل إلى المهانة. مثلا الشهامة في غير عصبية، الشهامة معنى إيه؟ بمعنى الشهامة الشجاعة والنجدة، يكون يقول هذا إنسان شهم، يعني شجاع لديه نجدة. النجدة يعني تعرفون مثلا عندنا في الشرطة تجد سيارة تسمى سيارة النجدة. معنى سيارة النجدة مساعدة، تجد الهاتف أنت في مشكلة مثلا تتصل يأتي سريعا ينجدك، يعني ينقذك. فهنا يقول الشهامة، أقول بمعنى النجدة، يعني لديه نجدة وشهامة وشجاعة. بمعنى مثلا أنت في البيت بالليل نائم سمعت صراخ، ممكن يكون الجار قد هاجم عليه لصوص، تكون هناك حريق، يكون هناك حريق. فصاحب الشهامة والنكدة والشجاعة يهب من فراشه مسرعا ينظر ما الخطر، إن كان يستطيع المساعدة ساعد، إن كان سيكون يلحقه ضرر شديد مثلا على ذلك فيستعين بغيره، معايا ولا إيه؟ ولذلك تجد بعض المشركين ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لأنه كان يؤذي المسلمين. سيأتي قصته إن شاء الله معه. وهو كان يهوديا، فأتاه عرفته اسمه غاب عني، أبو رافع أظن أو كعب بن الأشرف، أتاه المفرزة أظن كان قائده محمد بن مسلمة الذي ستقتله، فنادوا عليه وهو في حجرته مع امرأته، فقالت له المرأة كيف تنزل في هذا الوقت في المتأخر، فقال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. انظر للمبدأ الذي عند هذا اليهود، يقول لها الإنسان الكريم لو دعاه أحد بالليل للطعان والقتال ينزل سريعا، ولو كان سيصيب أذى ينجد وينقذ هذا الذي يستغيثه. هذه أخلاق كانت موجودة عند العرب، واليهود أخذوها من العرب لأن اليهود جبناء ليست عندهم هذه الأخلاق، لكن استفادوها من احتكاكهم ومعاشرتهم للعرب. فالمسلم بلا شك أولى به هذا المعنى، يكون لديه شهامة يدافع عن عرضه ويدافع عن أعراض المسلمين وينجد إخوانه، لكن من غير عصبية، من غير عصبية. بمعنى أنتم مثلا بلد واحد، فتجد واحدا منكم مثلا اجتمع عليه بعض المسلمين ويضربون، ماشي، ماذا تفعل؟ هو يستغيث بك فتجتمعون عليه وتكسروا هذا المصري من غير أن تسأل، ولا تسأل من المحتكم؟ أن تسأل. العصبية أن تجده يهجم ويضرب ويكسر وتنتهي المعركة، فيقول لك صاحبك أنا الذي أخطأت. طيب بعد أن ضربنا الرجل وأسلنا دمه تقول أنت الذي. وهذا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما يعني تحجزه وتمنعه عن الإيه؟ عن الظلم. يبقى شهامة في غير عصبية يعني تنضبط بإيه؟ بالحق، أن تنصر في الحق وليس أن تتعصب له لأنه مثلك مثلا من البلد الذي أنت أو جنسية التي أنت منها أو قريب لك مثلا تتعصب له، مثل ما كان عند العرب قديما، كان عندهم هذا الحديث أيضا انصر حقا ظالما أو مظلوما، ظالما يعني يظلم معه يعينه على الظلم. فالإسلام وضح هذا المعنى وقيده. فهمتم ولا نمتم؟ أظن نمت. وكانوا يقولون يعني نريد درسا 4 ساعات 5 ساعات، أين هذا الكلام؟ ساعتان ويتساقطون.
والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. الحمية والشهامة يعني معاني قريبة، بمعنى إيه؟ تدخل فيها معاني الموالاة والمعاداة، معاني الموالاة، تفهم؟ يعني عند العرب قديما هذه القبيلة مثلا اعتدت على قبيلة أخرى، هذا الذي في القبيلة التي اعتدي عليها يقف مع القبيلة المعتدية ولا مع قبيلته؟ مع قبيلته. واضح؟ عندهم عصبية وعندهم حمية جاهلية، ولو كانت قبيلته ظالمة يقف معها وينصرها. وكما قلت لكم الإسلام ضبط هذه المعاني في نصرة الأخ أو الأهل إذا كانوا ظالمين، أن نمنعهم وأن نحجزهم عن الظلم. لذلك لابد أن تكون عندك حمية لأهلك، عندك حمية لإخوانك، ولكن في غير جاهلية أن تنضبط بمعاني الإسلام. ممكن تكتب الحديث حتى تتذكر هذا المعنى، انصر أخاك ظالما أو إيه؟ أو مظلوما. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا هو ذكر هنا بعض الخصال، فبعد ذلك يذكر عكسها، يعني هذه تفعل والتي ستأتي تترك ولا تفعل؟ تترك. نتكلم عنها الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.